بعث معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان رسالة لمنسوبي الوزارة صباح اليوم مرفقا معها الشعار الجديد للوزارة. وقال الحمدان في نص رسالته: الزميلات والزملاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم طيب كطيبة هذا البلد المبارك، ويسعدنا أو يسعدني أن أطلعكم بكثير من الود والسعادة على شعار الوزارة الجديد المتضمن الهوية التي نتشارك الإيمان الشديد بها، والتي نتعاون كلنا يدا واحدة في تحقيق ما تمثله من مرتكزات ذات أهمية في مشاعرنا وتفكيرنا وعملنا الوظيفي الجاد. زميلاتي وزملائي الكرام، ترون هذا الشعار الذي يمثلنا جميعا بنخلته الباسقة المعطاء الرامزة إلى كيان دولتنا المباركة الأصيلة بجذورها المعطاء بثمارها اليانعة وألوانه الأربعة التي تمثل رؤية المملكة 2030 الطموحة السعي إلى غد أفضل ومستقبل مشرق لمملكتنا الحبيبة وشعبها الكريم، فيما تنحدر السعفات الأربعة على الجانبين لتحكي عن المحاور الاستراتيجية للوزارة، تلك التي نبذل فيها سويا أقصى طاقتنا في سبيل تحقيقها، بينما تتوسطون أنتم في شكل الإنسان المحرك الأساسي للتنمية ورأس المال البشري النفيس. إننا جميعا دون استثناء نعكس هذه الهوية النابعة من هذا الشعار، ونبذل طاقاتنا العملية والعلمية ومهاراتنا القادرة وخبراتنا الممتدة لنحقق ما ترمز إليه، ونحافظ على خدمة وطننا المجيد، ونسعى لتحقيق رؤية مملكتنا الغالية، وسنبذل كل جهد لتحقيق أهداف وزارتنا وفق استراتيجيتها الطموحة التي آمنا بها وتيقنا أنها السبيل إلى إيجاد بيئة عمل محفزة متطورة ومتجددة. زملائي زميلاتي الأكارم، حين ندشن وإياكم الهوية الجديدة للوزارة، فإنني أتطلع إلى أن تواصلوا المسيرة كما أنتم، وأن تبذلوا الجهود كما تعودتم، وأن تكونوا مؤمنين بهذه الهوية إيمانا عميقا ينتج منه عمل متقن وتطوير مستمر ودافعية حية وطموح وثاب لا يتوقف. والله يرعاكم ويوفقكم. أخوكم سليمان بن عبد الله الحمدان. حينما تكون الهوية عبد العزيز واضحة وأهدافها واضحة للموظف، حتى الموظف البسيط مباشرة سيكون يعني أمام تطلعات، لأن فعلا يحقق ما ورد فيها من رؤية، من أهداف، من رسالة، يسعى يعني فعلا أنه يكون أحد عناصر نجاح هذه الرؤية والرسالة. وكانت يعني الهوية والشعار الجديد لوزارة الخدمة المدنية كان الإنسان هو الأساس والمحرك الذي سيصل إلى آفاق واسعة من متطلعات وخطط واستراتيجيات وزارة الخدمة المدنية. وجميل أن يكون الإنسان الموظف في هذه الوزارة مشاركا من خلال هذا الشعار وهذا الهدف الذي وضعته أمام عيونها وزارة الخدمة المدنية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.